بحال هذا الريدو هذا خدينا منك؟ هذا هو اللي خديت منك. هذا شي حاجه زوينه كاليتي داك شوفي. والثمن ديالو شفنا بلايص اخرين ما لقيناش الثمن اللي عنده هو الصراحه. دار معنا ثمن مزيان. وشوف كاليتي داك شوفي. حاجه كاينه في خمسه اللوينات. كاين البلون كاسي والطوب وفي هذا الباج هذا وفي عاوتاني هذا الكري. في لوينات زوينين هادو ريدويات زوينين زعما الصراحه. غير عندنا قليل اللي كيكون عنده اللون. انا قلبت ليه الصراحه راه ماني ما لقيت. ما تبارك الله عندك المسلعه زوينه والثمن مناسب الصراحه. الثمن مناسب. كاين هذا الاول هذا برومير شي حاجه مزيانه. شي تا هو ثلاثه ديال اللوينات. كاين هذا اللون كاسي وكاين هذا الباج وكاين هذا الباج. شي حاجه زوينه هذا اللون. خفيف هذا زوين. خفيفين زوين موديل عادي. بيت نعاس صالون كيجي زوين. كاين البروكار عاوتاني شي حاجه مزيانه. خلاص طلع راني درت الفيديو لهذا الشيء كله غير الاثمنه راني ما درتش الاثمنه الا بغيتي تقول الاثمنه منين عاود نديرو في الفيديو. الاثمنه راه ما مقاداش في هذا البروكار حيت كاين كل حاجه وكاليتي ديالها. المهم شي حاجه مزيانه مخدومه. المهم اللي جا عندك على حساب مكناسيه. مرحبا ما كاين حتى مشكل. هذا كيدير 80 درهم بروكار برومي الماطلاسي راه شي حاجه زوينه. ان شاء الله. خدمه زوينه. كاين هذا بلار شي حاجه زوينه المهم راه ما مقاديش المحل وين داك الشيء راه شي حاجه زوينه ومخدوم. كاين هذا فيه ربعه اللوينات بيج في هذا الكريب بيترول وفي هذا السومو وفي بيج الطوب تا هو مغلوق شويه. ها هي الخديه ديالو. واحد الورده الخياطه انت اللي كتخيطها ولدي. انا اللي كنخيطو كنت الخياطه راه ديالو هو بيدو كيخيط هذا الشيء راه تبارك الله زعما الصراحه في طروا بياس هالبيني ديالو والكورميطا والورد. والله زوين والله يعطيك الصحه الصراحه الله يزين السلعه ديالكم الله يجنع صنعتكم. كاين هذا البروكر ايطالي في طروا بياس. هاد اللوينات هما زوينين ملكيين صراحه هاد الالوان ملكيين. هذا كيدير 130 درهم المهم شي حاجه مزيانه. هذا مقسم متقشرش حيت فينيسيون مخدوم فيه. خياطه عاوتاني خياطه شي حاجه زوينه قالوا نخدموا بها بكروميا شي حاجه مزيانه. لا زوين الصراحه شحال زعما لقينا تبارك الله عليك زعما الريدوات كاين هذا الشكل هذا الاخر. وراه شكون اللي خلانا زعمنا بزاف عندك يعني حتى الاثمنه يعني مناسبه الصراحه يعني ممكن نقول لك الجمله شي حاجه مزيانه ولكن كلشي راه كيعرف المليح المليح راه باين واللي ماشي مليح راه بغيتي شي حاجه ديال الزبر راه كتحاز ولكن بغيتي حاجه مزيانه راه الثمن مزيان. كاين هذه المطروزه هذه 120 درهم المهم نقدروا نصايبوا فيها شويه ماشي مشكل فيها اشكالات بزاف. هادو 80 درهم شي حاجه مزيانه. كاين هذه وكاين هذه الاخرى التشميشه حتى هي شي حاجه زوينه فيها ثلاثه ديال اللوينات. كاين هذه وكاين هذه كاين هاد الدوري هذا برونز شي حاجه زوينه. هذا زوين هذا زوين هذا بالنسبه ليا بالكويه تقبر فنانين. وكتجي هاد الفراشه معاها ماشي شي حاجه زوينه. الفراشه راه معروفه هذه انا فيها الكبيره وكاين الصغيره. هذه انا خديت منك هذه هذه اللي خديت منك عند السيده هذه راني خديتها منه ان شاء الله راني نصوبها وتشوف زوين راني نصوبها ان شاء الله مع دوك الكليمطات اللي غنوريكم نصور نبارطاجيها معاكم. هذا البرونز هو واعر زوين خطير هذا كيجي زوين. دابا انا غادي يجيني مع الطلمط اللي خديت لاخر داك هذاك هو اللي يجيني معاه هذا غيجيك زوين مع هذاك اللي بغيتيني صافي غندي هذا ان شاء الله. كاين هذا البروكار هذا هذا راه درنا فيه الصول شي حاجه زوينه. نقصي لهم الثمن صافي يجيو الناس 90 80 دابا راه 60 درهم شي حاجه مزيانه مزيان. توكالتي هذا جبناه جوج المرات كتخدم. كاين هذا الماطلاسي هذا تا هو 3 بياس راه فيه خمسه اللوينات تشوف مزيان صراحه. لا صراحه زعما تويبات طوب كي قالوا هذا البورد هذا شي حاجه مزيانه فيها الطوب كيجي نص نص فاز ديما بلدي ورده. ما كديرش اولدي بحال اللي بغى يشري عليك وتصيفط له كوموند ماشي مشكل كنديروا ليه فراس ماشي مشكل. مرحبا تعطيني الادريس او التليفون بقيت انا بحال دابا في مكناس ما كرهش كون تصيفط لي كلشي لمكناس ما نكرهش. مرحبا ما كاين حتى مشكل ولكن كاين هذا حتى هو ثمن مزيان معنا حنان المهيريزيه هي تكلف لنا بالامور. مرحبا ها شي حاجه والله الا بصح جبتني زعما السلعه ديالك ما شاء الله زوينه. شي حاجه زوينه حتى هو كيدير السلعه حتى زعما كتزاد عندك زعما استعمال مع الناس هاد خويا شي حاجه زوينه بالنسبه للناس شي حاجه خفيفه البيت ولا الصالون بحال شي حاجه خفيفه زوينه. هادو 60 درهم شي حاجه زوينه.
كاين هاد الغريضات تما 60، هادو كلهم تقريبا 60، كاين هادي 70، هاد العنكبوت هادي دير شباك الله ختميات كتجي زوينه هادي شميشه تاهم نضربو الشميشه بالشميشه هادو تما زوينين زواق هاد الشتي كاين هادي كاين الفيج ديالها كاين البوردو حنا شكون اللي احسن هذه الكبيره ولا الصغيره؟ الصغيره احسن. الصغيره اللي ماشي دوغي الاخرى هذه ارجنتي اللي قلنا في الاول اللي قلنا في الاول واش خياطه ولا العماره؟ ولا هذا كبد شوف مالك التلفاز معاك هذا هو اللي خدينا حنايا
الشيفور ديالنا كيسوق بينا. مرحبا. السلام عليكم. ألف مرحبا. هذه المنطقة فين ساكنة أنايا. هي حنا وحينا في ساكنة حنان ميريز. حنا مشينا تقدينا طليمطات، شفنا المدينة، حنا غادي للدار. ماشي مدينة أناسي هذي. أناسي.